السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن ما تفعله الميليشيات في العراق. هناك انتهاكات كبيرة، هناك تطورات في الأحداث الأخيرة خاصة المتعلق بقضية محاولة اغتيال الكاظمي، و يعني نتكلم بشكل عام عن الانتهاكات التي تقوم بها وتنفذها الميليشيات، وهناك جزئية الإفلات من العقاب لا تزال تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لكثير من العراقيين، خاصة أن هذه الميليشيات تعتبر نفسها فوق القانون، هي التي تتحكم بالقانون في العراق، هي التي تتحكم بالقضاء في العراق. وبالتالي يبقى السؤال الذي يطرحه المواطن العراقي يوميا، من الذي يستطيع أن يحاسب هؤلاء؟ من الذي اليوم يستطيع أن يلقي القبض على زعامات الميليشيات لتورطهم بسفك دماء عراقيين؟ من الذي يستطيع أن يجرمهم على ما قاموا بفعله في قرى محافظة ديالى قضاء بعقوبة؟ من الذي اليوم يستطيع أن يمنعهم من استمرار انتهاكاتهم في الطارمية؟ وسنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. أيضا هناك قضية مصطفى الكاظمي، بغض النظر أن العراقيين لا يعيرون أي اهتمام لهذه الشخصية اللي هي الكاظمي، لكن في النهاية يبقى موضوع أنه وجود هذه الميليشيات تهدد الدولة وتهدد المواطن العراقي أولا وأخيرا، وضعف مصطفى الكاظمي بحماية نفسه أولا، فكيف به أن يحمي العراقيين؟ يقلق اليوم العراقيون بشكل كبير على حياتهم، على عوائلهم، على مستقبل أعمالهم وأجيالهم، أنه كيف يمكن أن يستمروا في هذا البلد إذا كان رأس السلطة ضعيف وعاجز عن حماية نفسه على الأقل مقابل أو أمام هذه الميليشيات. فكيف به إذن أن يحمي 40 مليون نسمة كما تقول وزارة التخطيط؟ إذن أحداث كثيرة يشهدها العراق، انتهاكات مستمرة من قبل هذه الميليشيات، ولا رادع حكومي يوقفهم عند حدهم. انتشر قبل أيام أو ربما ساعات حتى مقطع لرئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي المتهم بسفك دماء ثوار تشرين، أكثر من 1000 شهيد، 30,000 جريح، منهم بال5,000 حالة إعاقة دائمة، ولا يزال هناك جرحى في ثورة تشرين ينتظرون علاج ولا يوجد من يساعدهم. عادل عبد المهدي خرج في هذا المقطع بجانب قيس الخزعلي يتحدثون عن أو يتحدث هو شخصيا عن مطالبته بمحاسبة من قاموا بالاعتداء على متظاهري الميليشيات، متظاهري الأحزاب الذين يطالبون بالسلطة، الذين توعدوا بحرق العراق إذا لم يحصلوا على مبتغاهم. قال بأنه ما قامت به الحكومة من تجريف لخيامهم وحرقها وإطلاق الرصاص عليهم أمر مرفوض ومستهجن ومستنكر، ولا بد من المحاسبة. خلي نشوف هذا المقطع وبعدين نرجع. التعامل القاسي التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق خيام و رمي رصاص كثيف في أمور مستنكرة مستهجنة يجب التحقيق بها بدقة وأخذها محمل الجد، وعدم التعامل معها بهشاشة وسطحية، وإنما التعامل معها بجدية الوصول إلى الحق. طريقة التعامل القاسية التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق خيام ورمي رصاص كثيف في أمور مستنكرة مستهجنة يجب التحقيق بها بدقة وأخذها محمل الجد، وعدم التعامل معها بهشاشة وسطحية، وإنما التعامل معها بجدية الوصول إلى الحق. عادل عبد المهدي المتهم بقتل العراقيين لم يكترث وقتها بما جرى وما قامت به قواته وما قامت به الميليشيات من ضمنهم الخزعلي بسفك دماء العراقيين، ولم يكلف نفسه بأن يخرج بهكذا طريقة ويتجول بين الساحات ويحضر مجالس العزاء التي نصبت لشهداء تشرين، لم يكلف نفسه بفعل هذه الأمور، بل قام بها للميليشيات، لعناصر الميليشيات الذين كانوا متواجدين أمام المنطقة الخضراء، لمن يحملون السلاح، لمن يقتلون العراقيين،
لمن يكلفون ميزانية الدولة المليارات ولم ينفذوا أي شيء من مبادئهم التي يرفعونها وشعاراتهم، للذين اعتدوا على الأعراض وحرقوا المدن وهجروا الناس وقتلوا المتظاهرين وأفلسوا العراق اقتصاديا بسبب فسادهم وسرقاتهم. هذه تهم مثبتة إن كانت عن طريق منظمات دولية أو محلية، والكل يعترف أن هذه الميليشيات وكثير منها مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي، هذه هي التي دمرت العراق والتي اليوم تتحكم بالمصير العراقي. يأتي عادل عبد المهدي ويستفز العراقيين بهذه الطريقة، وكأن أرواح شهداء تشرين وثوار العراق والمتظاهرين الذين قتلوا عن طريق قواته والميليشيات لم يكن لها أي قيمة بالنسبة له ولغيره. طيب، معنا السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو العدس ما يقول للنفس عامله للسوب المتظاهرين. والله البارحة ضحكنا، أول البارحة ضحكنا قيس الخزعلي خوص ضحكة. لو نقول كتلة المسلم حرام عامله مثل هيك الأيام. نعم. سوب المتظاهرين ببغداد. ما يقول هذا السياس، ما حكي ما يتكلم. 10,000 11,000 شهيد، ويقول عندكم ياهم وامريكا تقول كافي قتلت مظاهرين ولا دايرين بال. هم نابوا قاموا ودعوهم رماد. انا من قبل اسبوع قلت لكم بيها استاذ. نعم. ابن اختي انا قبل اسبوع قلت لكم عدوى العراق 5 هذول. نعم. قاده وهم فوق القانون الكل. قيس الخزعلي. نعم. نور المالكي. هذا العامري الفياض والمجحفله وياهم. اول البارحة يقول احنا ما نقبل كتل انكتل لهم حيث السامع كذب من الميليشيات. يقول هذا حرام. عجل 30,000 هذه شنو؟ خزعلي لا وحكم. وهذا العامري بس انا اقول لك الكاظمي ما عنده سناد. عبنقال نشرف قائد عسكري على الميليشيات ونشرف وخابر وزير الدفاع بالليل واتصل به قالوا طلع قائد عسكري على الحشد وضرباه ورا 3 ساعات. منو اللي ضرب؟ هذا العامري والفياض. ها؟ شلون موضوع وزير الدفاع ما افتهمته، منو اللي ضرب؟ خبروا قالوا باكر على المظاهرات الكاظمي تطلع تشرف على المظاهرات قائد عسكري الريد. ايه هم هذا اللي تقرتهم وضربوا مصطفى الكاظم الصبح. نعم. ايه ضربوه الساعه 2:30. طيب. ونص ضربوه. استاذ مطيني خليني احكي لك السوالف واني امي. سيد ابو سيد محمود عسكري. سيد محمود بس على مود اكو ناس. نعم. اكو ناس دا تنتظر تريد تشارك. انا اريد باختصار. نعم. باختصار لو سمحت. الكاظمي. نعم. الكاظمي اللي ما يقدر يحمي نفسه شلون يقدر يحمي العراقيين من الميليشيات؟ ما عنده ظهر. ايش قلت لك اني؟ ما عنده كلها تنتش بيه. شلون الجمل المنقع؟ طيب عشان عندك الخزعلي والفياض وهذا العامري. الميليشيات تاخذ رواتب مال المواطنين كلها. خليني. نعم. احكي لك حاجه خليهم يسمعون كلهم دول ينتظرون. كل راس شهر هذا العامري والسياب وقيس الخزعلي ياخذون مليارات. ياخذون من الحشد رواتب وياخذون من الميليشيات رواتب ومن السجناء. واني ممنون منك وشكرا. شكرا جزيلا سيد محمود. ابو ياسين من دياله تفضل حياك الله. محمد وحياة الشباب محترمين. الله يسلمك، اهلا وسهلا. السيد عادل عبد المهدي بس ما شفنا الدخانات تنفجر بجامعات المتظاهرين السلميين. ولا شفنا مثل ما حكيت مخيمات الوافد والذيقار والاعمال جسد المتظاهرين السلميين. نعم. لما يطلعوا صار اسبوع يقولون دول المتظاهرين ما حد يجي، صار اسبوعا ما حد يطلع عليهم يشوف مطالبهم. يعني هاي من 2011 كانت الضغط وحضارات الجهودات شو ما اهتمت بهذا الموضوع. نعم. وهذا اسال هو من يضرب الكاظمي؟ اذا هو ما شاء الله الكاظمي مجتمع له الاطار التنسيقي والتقاري يسمونه.
هاي المعزله شنو انت اعتبر ابو ياسين ليش بالنسبه لهم ليش بالنسبه لهم مظاهراتهم وطنيه مظاهراتهم مظاهرات حق من وجهه نظرهم، ليش لما يطلع مواطن عراقي يطالب بحق مشروع يطالب بوطن مسلوب يريد عراق قوي عراق مستقر مرتاح اقتصاديا آمن يقولون عليه خلايا نائمة وبعثي وداعشي ويشيطنون المظاهرات ويعتدون عليها، ليش لما صار اللي صار في مظاهراتهم والجيش رد على اعتداءاتهم والقوات الأمنية ردت على اعتداءاتهم هم وصارت بيناتهم، ليش صاروا هم الشهداء ونصبوا كوادر العزاء وجوي شخصيات من الدولة يعزون بالميليشيات؟ انت شوفوا محمد هم دول جماعه الجلازات جو يعزون، شفت صوره منو كلهم قتله كلهم خونه مرتدين وعملاء يا اخي ما عندهم مشروع وطني ولا عندهم ولاء للعراق ولا هم عراقيين حتى يداعون بحقوق الناس المظاهر المحتضنه يطالبون بحقوق ما عندهم حتى تصريح الخزعه اللي يقول احنا نجي قاعد شرف وين تريدوا الديران؟ يقول لنا يحمل العوره هذا خلاف هذا نموذج هذا واحد من ذولا الخونه العملاء هذول المهزله هو شوف الكاظم قالوا له حتى رئاسه المخابرات ما ترجع بعد عليه ايش من سبب ما تعتقل الزعامات يا فاين يا ما عندك شخصيه ايش من سبب لمن ابو علي العسكري يقول ما يصير طياره شغله بسيطه يعني يضربونه بالشلاق ويطلعونه انت ايش من سبب دافع وعلى صورك مو انت تمثل جمهوريه العراق العظيم لكن ايش فايده؟ شلون هاي امريكا الغلاله جالسين هاي النفايات هاي الزباين واحنا اعتمدنا على الدول العربيه لمكم سلمتوا لايران وامريكا. طيب سيد ابو ياسين عندي سؤال لك انت من ديالى بالمجلس عزاء خلينا نحطها هاي بين قوسين اللي سوتها زعامات الميليشيات اللي كان بها ابو فدك والخزعلي والعامري اجت شخصيات محسوبه على المحافظات السنيه محسوبه على المحافظات المنكوبه من ضمنهم خالد العبيدي وسليم الجبوري اللي جوي الى هذه المجالس يعزون بالميليشيات يعزون بهادي العامري وقيس الخزعلي اللي ما صار لهم كم يوم قواتهم ابادت قرى وهجرت ناسها وحرقت ممتلكاتهم وباقت بيوتهم. هاي الشخصيات اللي يرفعون شعار بالانتخابات ديالة هويتنا وغيرها ذولا شنو نظرتهم او شنو يعني بيا وجه يشوفون العالم بعدين يشوفون اهل ديالة يشوفون الناس اللي بعدها لغايه هاي اللحظه بالجوامع مال بعقوبه. والله بالنسبه محمد اللي هو سليم الجبوري هو في المقداديه لكن لو تشوفون هذا الصلاح السحاب الجميل اللي على بزنس وتحدث عن الميليشيات وسولف منظمه السنه وما لهم قرار فالذول ديوله ذول شنو ديوله؟ انت شو رايك لو ذي من امه؟ لو السنه ذول ديوله متملقين ما عندهم كلام ولا عندهم ولاء لان نشوف هم خدم الميليشيات بس عبالنا راح يحررون اسرتهم من الميليشيات راح يحررون براءاتهم من الفصائل بس هم كانوا محتمين بهاي الفصائل فهذول ما يمثلون السنه كل العالم تعرف يا اخي محمد هذول خدم هذول نماذج بس يفخرون ببطولهم وبالدولار لو عندهم شرف محافظاتهم هي المرزق من المرجع مو مرجع هذا الحج الطاف القدم اللي ولاهم الايران من دمر محافظاتهم وين مغيبينهم التجول خصوصا تبلع بالشباب الابرياء وبالنساء ما عندهم قرار سليم الجول ما تذكر ايام قبل كم سنه مال كهربان ما خلوا تبدا وحلوا تبعادوا هذول ما يمثلنا هذول مع الاسف اللي بيتحدث يقول له يخجلون ويستعون ما يروحون في الشعب العراقي التعارف اللاوطني يتمتع بالوطن الشيء هذول خدم منهم. شكرا يا ابو ياسين لك للمشاركه. ابو عراق من الفلوجه تفضل يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد احييك وحيا قناتكم هاي الشريفه العظيمه. الله يسلمك. استاذ محمد اذا سمحت لي تفضل. احنا كم مره حكينا قلنا يابا ترى العراق ما بيه سياده. سياده ماكو. نعم. اني كرأيي هاي الخلافات اللي صارت هاي اعتبرها انتصار الشعب العراقي. ليش؟ لان الشعب العراقي ما طلع من عنده اقول لك 5%. نعم. شوف وصلت بيهم انتصار الشعب، خلاهم بيناتهم.
بأسهم بينهم. هذا فوز الشعب العراقي، صحوة الشعب العراقي أستاذ محمد. نعم. بالنسبة للحكومات المتعاقبة، هذا الشعب أنت سألت من راح يحاسبهم؟ أي. من يحاسب الميليشيات؟ أنا أقول لك من راح يحاسبهم؟ راح يحاسبهم الشعب العراقي، لأن يعني أول وأخير الشعب هو منتصر. نعم. منتصر إن شاء الله، وعن قريب أقول لك إياها. سيد أبو عراق، اليوم 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 أكو ترويج ميليشياوي من محللين سياسيين تابعين لهذه الميليشيات، مقربين منها، مقربين من الأحزاب، يروجون على المحطات الفضائية الحكومية والحزبية وغيرها أنه موضوع كشف الحقيقة، أنه من القصف مصطفى الكاظمي، قصف بيته أو حاول اغتياله، إذا تم كشف هذه الحقيقة سيجر العراق إلى فوضى كبيرة، إلى مشاكل أكبر، إلى ما لا يحمد عقباه. هناك ترويج واسع اليوم في المحطات والمواقع الإعلامية وغيرها من هذه الأحزاب أنه كشف الحقيقة، حقيقة اللي تورطوا باغتيال، بمحاولة اغتيال الكاظمي، حتودي العراق إلى أزمات أخرى. ليش هذا الدفع بهذا الاتجاه؟ إذا هم ما لهم علاقة، ليش يسلطون أدواتهم ويسخروها في سبيل أنه هي تروج لهذه الفكرة، فكرة الكشف عن الحقيقة يعني فوضى كبيرة في العراق؟ استاذ محمد اذا سمحت لي تفضل. يعني جيت ابو الحرس الثوري الايراني جيت على شنو؟ نعم. ما تشوف اللعبه استاذ محمد، والله ما يراد لها ترى. انت قل لنا يا ابو عراق، اخاف اللي ما يعرف حتى يسمع منك. كشف الحقائق استاذ محمد، انت على بالك هسه الكاظم يعرف بس هاي راح تجر الكاظمي، يقول لك اذا قضيتك انت عرفتها وقتلت المتظاهرين وين؟ نعم. وين طلع اياهم؟ نعم. ما تعرفهم؟ ايش معنى ما تعرف؟ ايش معنى؟ استاذ محمد هي لعبه بيناتهم، لعبه سياسيه. نعم. دخلت فيها ايران ودخلت امريكا ودخلت اسرائيل. ما كافي الشعب العراقي. أنا إذا سمحت لي بس من خلال المنبر أناشد الشعب العراقي. نعم. أقول له يا شعب توحد. نعم. ترى دولة الله وكيلك، لا يفيدوكم ولا يفيدون، فايدين أنفسهم. نعم. وأنا أشكرك أستاذ محمد. شكرا جزيلا أبو عراق. أبو علي من ذي قار، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله ابو علي، اهلا وسهلا. تحيه حب وتقدير لكم. الله يسلمك. الموضوع الحلقه عليه من الليله اليوم ابو علي عن اللي دي يصير بالعراق من تطورات احداث، ميليشيات تحاول اغتيال رئيس حكومه، رئيس حكومه ضعيف عاجز عن الدفاع عن نفسه، شلون حيحمي العراقيين؟ نسأل أيضا إذا هاي الميليشيات تشوف نفسها فوق القانون وهي اللي تتحكم بالقانون، منو اللي راح يحاسبها على انتهاكاتها الأخيرة اللي صارت في ديالة، انتهاكاتها اللي قبل ذلك من قتل المتظاهرين، حرق العراق، الأزمة والفوضى اللي تسويها اليوم؟ والله أستاذ محمد مثل ما تفضل أخوي بعراق، تحياتي إليه. نعم. أنا من الجنوب ومن الفلوج، تحياتي إلى على المشاعر الطيبة الراقية. نعم. الأحزاب أنا أعتقد يعني بالعراق أنفاسهم الأخيرة إن شاء الله بوعي الشعب وثقافة الشباب، هذا الجيل الجديد الثائر. نعم. إن شاء الله. شفت الفيديو اللي عرضناه في بداية الحلقة لعادل عبد المهدي؟ لا والله شفت متأخر بالعمل. طيب. وما تابعت. أبو علي يعني. أنت يمك الشاشة قريبة؟ نعم هي على الشاشة. أي طيب حبيب. يا ريت لو الأخوة في الكونترول يعرضون مقطع. اسمح لي سيد أبو علي، خليك ويانا نتفرج على الشاشة واسمع حديث عادل عبد المهدي اللي يطالب بمحاسبة من قتلوا متظاهري الميليشيات وترك ثوار تشرين واللي قتلوا بالتظاهرات واللي استشهدوا على يد قوات عادل عبد المهدي وميليشيات الأحزاب. خلي نسمع ونرجع.
طريقة التعامل القاسية التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق خيام ورمي رصاص كثيف هي أمور مستنكرة مستهجنة يجب التحقيق بها بدقة وأخذها محمل الجد وعدم التعامل معها بهشاشة وسطحية وإنما التعامل معها بجدية للوصول إلى الحق. أبو علي شنو تعليقك على اللي سمعته؟ نعم أستاذ محمد حبيبي فرق بين الحق والباطل الشعرة. نعم حب الوطن من الإيمان. المتظاهر الشاب اللي طلع يريد وطن. نعم قطرة دم شهيد متظاهر أشرف من العملية السياسية من 2003 إلى اليوم برمتها. نعم ذاك ضد عادل عبد المهدي والأحزاب الديول لإيران للأسف محسوبين عراقيين يعني أنت هواك غير الإجابة إلي يعني. نعم ذاك ضدي هذا إلي هذا طالع العبد المهدي يريد يرجع إلي يعني يريد يرجع للمالكي يريد يرجع للذول اللي حكموني وجابوا لي داعش حكموني وخلوا لي طائفية حكموني وخلوا لي فقر حكموني وخلوا لي ماكو بنى تحتية ماكو أستاذ محمد أي دولة تنبني بها نقطتين أساسيتين يعني هن روح المجتمع وإنسانية بحتة اللي هو الطب والتربية للأسف بالعراق صار تجارة بحتة يعني الطب والتربية. نعم طيب سيد أبو علي من ذي قار أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. سيد مصطفى من بغداد تفضل يا مصطفى. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي شلونك حياك الله اهلا وسهلا مصطفى تفضل. الله يخليك كان عندي مناشده نعم. على قناتكم مناشده السيد القائد قوات المسلحه مصطفى الكاظم مناشد وزير الدفاع المحترم نعم. اي خصوصا البديل مالتنا يعني احنا قدامنا 18 يوم ونزيد 7 ايام هاي انت وين تداوم؟ أنا الفرقة 17 بس بيتنا بالموصل. إي. وطريقي بس طريقهم و 18 يوم يعني 3 أيام. نعم. ب 18 يوم. فرقة 17 جيش؟ إي جيش. جيش نعم. إي فأنا أشدهم من خلال قناتهم نعم. الموقرة. نعم. إي بلكي يرجعون البديل وإحنا تعبنا قضيناها من 2004 جبناها. أنت وين تداوم وين تداوم يا مصطفى؟ فرقة 17 لا بيا منطقة تداوم؟ هاني بال يعني بيا محافظة العفو بيا محافظة بغداد بغداد سيد مصطفى أنت موجود في الأحداث اللي صارت قدام المنطقة الخضراء؟ لا والله ما موجود. توصلكم أخبار ضمن القوات يعني ضمن القوات العسكرية الحكومية الجيش أخبار عن اللي صار بالمظاهرات مال الأحزاب ضد قدام المنطقة الخضراء تسمعون؟ والله ماني أنا بكاني بعيد عليهم فبس نعم. مجرد بس مناشدة خصوصا أيه. البديل طيب أبا قناتكم رحمة الله ماشي شكرا يا مصطفى انا كنت اتمنى حضرتك تبقى لكن بارك الله فيك بارك شكرا يا مصطفى شكرا لك شكرا لك اتفهم موضوعك نتمنى هاي المناشدة توصل إلى من يهمه الأمر بحالة هذا الجندي المنتسب في القوات الحكومية لكن هل هذا الشخص الكاظمي يصلح للبقاء في هذا المنصب؟ طيب الميليشيات اللي ضربت بيته واللي متهمة بمحاولة اغتياله هي اللي تتبعه هي اللي تأتمر بأوامره هي نفس هاي الميليشيات اللي تتظاهر اليوم في الشارع هي نفس هاي الميليشيات اللي تهدد مصطفى الكاظمي بمحاكمته وضربه وقتله وقطع اذنه وقطع لسانه وكثير من الاوصاف هو لمن يحكم مصطفى الكاظمي من يحكم اليوم في العراق قادر على تنفيذ صلاحياته وتطبيق قوته على منه اليوم في العراق نسمع ابو اسد من ديالى تفضل يا ابو اسد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقول لك خبر مهم 1975 أنا واسمين جاء من قضاء من محافظة ديالة. طيب. أريد أن أقول لك يا أبو شيماء أنسى أبو شيماء يسمعون الخبر.
ابو اسد بس لحظه شويه على كيفك لان الصوت شويه مغوش. شنو عيد لي الموضوع؟ اقول لك يا اسمح لي استاذ محمد تفضل. طلع امثال ابو شيماء وغيرهم. طيب 1975 اي ايران قصر 11 شرطي مخبر غزالة ليت الطبق. ايش بقول هذا ابو شيماء؟ اي 11 شرطي مثل خروف قصر راسه ليت الطبق. ابو اسد بلا زحمه عليك سيد ابو اسد، سيد ابو اسد لو سمحت حتى لا نرجع للثمانينات وللسبعينات، احنا خلينا 75 75 خلينا موضوع اليوم لو سمحت. اليوم ما ادري بس اريد اسالك سؤال اخير. تفضل. اريد اخبار بعد اذكرني من اسمع قلبي يرتاح وين صار نتيجه هذا اخر خبر. شكرا يا سيد ابو اسد من ديالى، اشكر حضرتك للمشاركه. بالنسبه للسيد بهجة الكردي موجود عنده ينشر بين فتره وفتره على يوتيوب، بامكان حضرتك تروح تشوفه. ابو احمد من الموصل تفضل يا ابو احمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي على مدار الاحداث اللي قاعد تصير هسه حاليا بالعراق. نعم. يا اخي بين ما يحتاج يعني واحد ما يعني الشيء قدام العين. واحد شوف يعني المظاهرات اللي قبل العالم تموت، الدخانيات اللي هذه هاي ما محسوبه عند عذاب المهدي. اي. واللي اساس تغضب حاليا هذا الشهداء، زين مو كل شعب واحد؟ شنو الفرق بين هذا ولا هذا؟ مصطلح اخوي العزيز. ما افتهمتك، لحظه شوي يا ابو احمد حكيت. اخي ذولا اليوم انت تتكلم عن مظاهرات الاحزاب؟ المظاهرات اللي قاعد تصير بالعراق. يعني اللي طلعوا يظاهرون اللي يريدوا اصلاح البلد ويريدون حقوقهم يعني من هم بالضبط؟ يعني اخي المظاهرات اللي تظاهرات ثوره تشرين يا ابو احمد لو قصدك تظاهرات الاحزاب. لا اشترك على مال تشرين. نعم. اي واللي قتلوا بيها والدخانيات. نعم. شباب حلوه راحت يعني هذول ما شنو هذول يعني مو عراقيين هذول اخي؟ نعم. عشان ما طلع واحد هيك وقال هذول راحه واللي تعذى واللي قتل. نعم. واللي عاف اللي برايك ليش ما طلعوا وحكوا؟ لا ما يحكون اخي ما يحكون لان يعني هذه الشغله هذه هاي 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 طالع هذا عراق طالع هذا طالع يعني طالع يريد وطن. نعم. يريد حقه هذا يا اخي يريد يعني ما يريد حد يتدخل. طبعا ما يخدم مصلحه الاحزاب من يطلع مواطن يريد وطن. اخي ما يخدم طبعا ما يخدم. يا اخي ما يخدم طبعا هم يريدون مصلحتهم ما يريدون هذا البلد يستقر. ما يريدون اخي ما يريدون يعني هل معقول انه هاي الاحزاب يعني هاي الاحزاب اللي نعم. ذبحت روحها بالترويج للانتخابات المزوره اللي فاتت انه نعم. تدعي بالديمقراطيه عندها استعداد اليوم نعم. تغتال رئيس الوزراء وتحرق العراق وتشتبك ويا القوات الامنيه وتقتل اي شخص يجردها ويحرمها نعم. من الامتيازات. ذولا نعم. عندهم حس وطني؟ ذولا يباعون على حال الناس الفقراء اليوم؟ يباعون على حال المحتاجين؟ اخي ما يحتاج، انت شوف العالم شلون عايشه قاعده بقلب عشوائيات تعبانه. يعني هم يبغى شوف ما يحتاج اخي هم يعني خلي حاسب نفسه يا اخي والله العالم تعبت. يعني نعم. ناس بالسجون كلها يعني ظلم اخي والله ظلم. نعم. والله سيد ناس بالسجون راحوا ظلم. طيب سيد ابو احمد الشعب تعب والله تعب. اشكر حضرتك يا ابو احمد من الموصل. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم بشأن انتهاكات الميليشيات المستمرة في العراق، وهناك عجز حكومي واضح وقضائي كذلك عن التعامل مع هذه الميليشيات وإيقافها عند حدها وتحجيم دورها ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات ضد المواطن العراقي. موضوع اغتيال مصطفى الكاظمي أو محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي من قبل الميليشيات، يقول قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب أنه هو شكك بالرواية الرسمية عن اغتيال الكاظمي، وقال بأنهم يميلون لفرضية الطرف الثالث في محاولة اغتيال الكاظمي بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي. قيس الخزعلي يؤمن بفرضية أو نظرية الطرف الثالث، ويقول بأنه الطرف الثالث هو الذي قام بمحاولة اغتيال الكاظمي. شنو هالدولة اللي لغاية الآن ما حد أعلن عن هوية الطرف الثالث؟ من هو هذا الطرف الثالث الذي قتل العراقيين، الذي يريد أن يوقع بين الميليشيات وبين مصطفى الكاظمي، الذي يحرق والذي يسرق والذي يقتل ويدمر؟ من هو هذا الطرف الثالث؟ شنو هاي الدولة الضعيفة الفاشلة لدرجة أنه المليارات اللي أنفقت على وزارتي الدفاع والداخلية والمليارات التي تنفق على الميليشيات في العراق ومدى يقدرون يحددون من هذا الطرف الثالث؟ مدى يقدرون يكشفون عن هوية هذه الجماعات؟ أم هي لعبة ومجرد تصريحات يبعدون بها الشبهات عن أنفسهم، أقصد الميليشيات، وتلصق بطرف ثالث تأتي أكباش فداء وتلصق بهم التهم؟ شنو موضوع الطرف الثالث اللي تتكلم به اليوم الحكومة والميليشيات؟ السيد أحمد من الموصل، تفضل حياك الله. طيب أم أحمد من النجف، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ أهلا وسهلا يا أم أحمد، تفضلي. الله يخليك، الله يرضى عليك. قبل لا أسولف الميليشيات واللي هي طبعا كنا نعرفها، عادل عبد المهدي أي عنده تصريح إذا يعني 100% موجود عندكم بالأرشيف، أي مجتمع ويا جماعة اللي هو أنفاله وأحط من عنده، يقول المتظاهر من يضرب على القوات الأمنية الحجارة، طبعا يطردهم بالرمانات وبالقنابل. صحيح. يعني شو يتوقعون اللي بتعطى عنه؟ فموجود هذا. نعم. خوش. نرجع على الناس اللي تبرر للقتلة. بزمن النبي كانوا أكو فئة ضالة وتريد تظل على ضلالتها، تيجي تجتمع ويا النبي محمد ويا الناس الصلحاء يدخلون دخلة واحدة. فايش قد ما يسولف وياهم النبي محمد، وكلنا نعرف هو سيد البلغاء وينزل الأبسط مستوى من العقل والفكر. نعم. مين يسولفوها؟ كالقرآن يوصفه يقول من يطلعون من يم النبي يسألون الناس الصلحاء يقول لهم ماذا قال آنفا؟ يعني تكرمون بهائل. فهسا عندنا ملل بالعراق لو كان يتعدون على النبي محمد الشخص، فهم هسا متعدين وما يعترفون شنو فيه. هم يلقون الناس اللي يبرروها، فهم دول الضالين اللي هو مستحل العمى ومستحل التبرير حتى لو القتلة. سيدة أم أحمد، سيدة أم أحمد، لما عراقي مواطن عراقي يباوع على هرم السلطة، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، قائد السلطة التنفيذية، فد أوصاف يعني المفروض في دول أخرى تهز المكان، لكن في العراق لما يباوع على رئيس الوزراء يشوفه إلا شوية يبكي على قدام الناس وإيده ملفوفة وما عنده قدرة يسيطر على مجموعة من الميليشيات، شنو ينظر إلى حاله وحال أبنائه وأطفاله وشغله وبيته؟ أنه في أي لحظة ممكن يقتل، يفجر، يحرق بيته، يطرد من بيته، يا قانوني رجع له حقه اليوم. إذا الدولة ماذا تقدر تحمي نفسها؟ ماكو قانون. وأذكر فد كلام لبريمر قال تكرمون جبناهم من الشوارع. ومن كلمة ثانية يعني شوية ما أقدر أحكيها وأكيد فاهميها وعارفيها، الإعلاميين أفضل من الأدب هواي. يقول جبناهم من هالمكانين هذا وسلمناهم العراق. فش أتوقع يعني اللي انت مصيبتك والطامة العظمى اللي عندك اللي هو حاسب نفسه، يعني يمكن هذا اللي دافع عنهم. والله اذا تقول له انت عراقي يقول لك يعني شنو عراقي؟ نعم. يعني شنو عراقي؟ هو ترى البلاء جاينا من داخل بلدنا. يعني اللي اجاني من برا اذا ما لقى اكو مرتزقه واذا ما لقى اكو انسان باطل يدافع، نعم، ما بقدر يجدر عندي.
ما قدر يجبر عندي. بالتسعينيات رئيس فرنسا بالمناسبة على ذكر انتخابات والمفوضية ومقتدر فاز ومقتدر خسر يعني أنا ما أخذ نسبة 91 إلى 93% يعني من أبدأ صورتها. هم أخو حد يقول ليش أم أحمد تقول هالشكل زين؟ أنتوا هايكين أنفسكم وتهديد ومقتدر صيح فائز زين. هذول ال 93% العراقيين اللي ما راحوا انتخبوا دول شنو وضعهم؟ شنو المقام معكم انت اللي جاهزة تحسون بالانتخابات المفوضية المستقلة ومجلس الأمن؟ نزه انتخاباتنا وبالتسعينيات أستاذ محمد رئيس فرنسا بالتسعينيات 5% من الشعب الفرنسي ما انتخبه استقال. قال أنا ما ملزمين دول أفرض نفسي عليهم. فعلى أساس هذا موقفه بنعم أو لا يا أم أحمد بنعم أو لا، هل من يحكمون العراق منذ 18 عاما لغاية اليوم يؤمنون بما يسمى الديمقراطية؟ الخادم الصغير ما يؤمن بشيء. طيب. لكم الله شكرا شكرا يا أم أحمد من النجف للمشاركة. أحمد من الموصل تفضل حياك الله. السلام عليكم، حيا الله لباك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يحفظك أخي الكريم. أنت تكلمت قلت من الطرف الثالث أي صح؟ نعم. الطرف الثالث معروف بالنسبة لك وإلي. من هو؟ لا أنا ما أعرفه. من هو الطرف الثالث؟ الطرف مبين هادي العامري. نعم. وقيس الخزعلي. وحزب الله. لا هم شو يقولون الطرف الثالث؟ هم نفسهم يقولون الطرف الثالث. هم يقولون الطرف الثالث؟ نعم. لا هم يضحكون على نفسهم. يعني احنا رئيس الوزراء إذا مارس بيد من حديد على الفصائل المسلحة احنا مالنا عيشة بعد بالبلد. يقدر رئيس الوزراء يرد على يقدر اليوم رئيس الوزراء يجرم العامري ولا الخزعلي ولا البطاط ولا غيرهم ولا أكرم الكعبي، هل أسماء يقدر يجرمهم على جرائم ارتكبوها ضده أو ضد العراقيين؟ اي نعم، إذا كان صادق مع الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب بطل، شعب عشائري. هو صادق مع العراقيين الكاظمي؟ صادق مع العراقيين يا أحمد؟ لحد الآن مو صادق مع العراقيين. شو وقت يكون صادق؟ إجا وراح، شو وقت يكون صادق؟ والله دا ندعي إن شاء الله شو وقت يصير صادق. نعم. دا ندعي الله سبحانه وتعالى يجينا واحد صادق ويا نفسه أولاً وثانياً ويا الشعب العراقي. إذا ما كان صادق ويا نفسه ما يكون صادق ويا الشعب العراقي. ترى الشعب العراقي شعب أصيل، شعب الحضارات، حرامات وكفر بالإسلام يكون هيك بالشعب العراقي. كفر. نعم. مال المقدادية نسوها. وهسه مال رئيس الوزراء هاي إهانة للشعب العراقي كله. مال رئيس الوزراء إهانة للشعب رغم انه هو اصلا الشعب العراقي رافض هاي الشخصية، لكن فكرة انه رئيس السلطة يتعرض الى محاولة اغتيال من اتباعه، لان هو اللي يمتلك طائرات مسيرة بالعراق اليوم جهتين فقط، الحكومة والميليشيات، ماكو طرف ثالث ابد بالعراق يمتلك طائرات مسيرة. منو حيستهدفه؟ استاذ العزيز. نعم. دخلت لنا أسلحة متطورة من إيران. وروسيا بالذات إلى الفصائل المسلحة بالعراق. واللي ضربوه ترى اللي ضربوه مو عراقيين. خلي أقول لك صادق يعني اللي ضربوه مو عراقيين هو يعرف. لأن البارحة قال راح أعلن عن سبب من الفصائل اللي ضربته. لحد الآن ما أعلن. نعم. لحد الآن ما أعلن. سيد مقتدى حفظ الله كان موقفه حلو. ساعة تقريبا أنا متابع ساعة 3:15 راح زار المنطقة الخضراء وذولاك يهددون علني، تهديد علني. رئيس الوزراء أعلى سلطة بالبلد يهدد. عاد من حيجي مقتدى الصدر حيقدر يوقف ضد هاي الميليشيات؟ مقتدى الصدر يقدر يوقف. يقدر يجرد نفسه وسرايا السلام وجيش المهدي وما ادري منو يجردهم من السلاح ويسلم للدوله. انا قلت لك جيش المهدي اذا جرد نفسه اولا من السلاح راح يصير هو والدوله يصير عندهم قوه يقدرون يجردون الباقين. طيب الايام ما جايه ونشوف ان شاء الله. شكرا يا احمد من الموصل. ابو شيماء من بغداد تفضل يا ابو شيماء. السيد ابو شيماء من بغداد. أبو شيماء نص صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف فقط يا أبو شيماء.
الله. الو الله يسعدك. الله يسلمك حياك استاذ محمد. اهلا وسهلا يا ابو شيماء. استاذ محمد انا احترمك والله واريد خاطرك والله، بس ما شاء الله في الميديشيات نعم لا تبقى يعني هسه والله شلون ما ادري. تعرف انه هي مو شتيمه يا ابو شيماء؟ للعلم للعلم هي مو شتيمه والله. ها هي هاي مو شتيمه يا ابو شيماء، هاي التوصيف يطلق على من يحملون السلاح خارج اطار الدوله. هو هذا التوصيف، هذا توصيف يعني توصيف قانوني مو انا اللي حاطه، وليست شتيمه. عزيز وهم دول استاذ محمد انت عراق وهم عراقيين هم اخوانك واماتي يعني. لا 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 مو اخواني، لا لا ما تشرف بيهم اخواني، ما تشرف بيهم اخواني دول. لا بالعكس دول دافعوا عنك وعن غيرك. لا ما دافعوا عني، انا عن شوف ابو شيماء، ابو شيماء بلا هاي الشعارات، انا تهجرت من هاي الميليشيات، انا انطردت من بيتي من هاي الميليشيات وغير وغير الكثير وغير الكثير يا ابو شيماء. انا سؤالي اليوم، سؤالي اليوم، سؤالي اليوم، سؤالي اليوم من يحملون، من يحملون يا اسمح لي الوقت حينتهي، من يحملون السلاح، من يحملون الطائرات او يمتلكون الطائرات المسيره في العراق جهتين، القوات الحكوميه الرسميه الدوله وهذه الميليشيات، انت تسميهم فصائل مقاومه تسميهم الابطال ما لي علاقه بهذا الكلام. من يمتلكون الطائرات المسيرة اليوم في العراق هذان الطرفان فقط. من الذي استهدف أو حاول اغتيال مصطفى الكاظمي؟ من اللي هدد قبل كم يوم من الاستهداف؟ أستاذي والله تصدق هاي كلها من أمريكا. أمريكا دولة تريد أمريكا والدول والله العظيم حتى إحنا بالعراق إحنا ما إحنا ولد كل من يعرفه يا ولد شغله مستهدف والله وذاتك والله العظيم من أمريكا. طيب وكلها في سبيل شنو هم يقدرون يطبون عليه بزيادة ولا حصير يعني ما يقدرون عليه هو مو يمهم يا أستاذ محمد أنت إحنا تحروب. لا أنا ما أعرف بهاي الروايات. شكرا يا أبو شيماء من بغداد أشكرك، انتهى الوقت. يعني خلينا بنتكلم بتجرد، الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، خلينا نتكلم عن الكيان الصهيوني باختصار. قصف المخازن الأسلحة التابعة للميليشيات اللي كانت موجودة في وسط المدن، وتم الكشف عن معلومات تؤكد أن طيران الكيان الصهيوني دخل إلى العراق واستهدف هذه المخازن ويستهدف الميليشيات ومراكزها على الحدود مع سوريا، ويقصف هذه الميليشيات وهو صريح في هذا الموضوع وواضح بأنه هو الذي ينفذ، لأنه ما حد يقدر يحكي وياه بدعم أمريكي. وأمريكا نفس الكلام، هي اللي قتلت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهي التي صرحت بهذا الموضوع ولا تخشى استخدام طيرانها واستخدام أسلحتها في سبيل أنه تقصف وتقتل وكذا، ولا وليست لديها يعني لديها الإمكانية في أن تصفي هذه الميليشيات بلمح البصر. هذا الموضوع واضح. فموضوع أنه الأمريكان واللعبة والمؤامرة على منه؟ هم اللي جابوهم الدولة. لولا الأمريكان لما دخلوا إلى العراق، لولا الأمريكان والصهاينة لما دخلت إيران ودخلت هذه الميليشيات إلى العراق. عموما انتهى وقت حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.